بمناسبة ان فيلم سبايدر مان نو واي هوم خلاص فاضل عليه 5 ايام وننزل فيديو ده هثبت لكم ان هيبقى فيه 3 سبايدر مانات سبايدر مانات I am sorry. ان هيبقى فيه 3 سبايدر مان في سبايدر مان نو واي هوم اللي هو هينزل كمان كام يوم. مش مصدقني صح؟ خليني اثبت لكم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ واهلا بيكم فيديو النهارده. معاكم ميجو، وده ميجو فات فورمتك في البيت. ودي اول مره تشوف فيها القناه بتاعتي، اهلا وسهلا بيك. عبد الله اسمه ماجد، بيقولوا له ميجو، عشان كده اسم القناه بتاعتي ذا ميجو فات، مني فات يعني اونلاين كوتش والجو ده. فورمتك في البيت عشان بتمرن في البيت بقالي اكتر من 10 سنين دلوقتي. العبد الله بيقدم محتوى هادف، ايش تمرينات في البيت ولا بقى وصفات يا اخويا كده دايت، بصور فلوجز، بنعمل ريفيو لاي افلام مارفل او دي سي، اكمني عاشق للاثنين، او اي حدث فايرال حوالين العالم. فلو ليك في اي حاجه من الكلام ده ما تنساش تنزل تحت الفيديو تشترك في القناه، واهم من الاشتراك في القناه تفعيل جرس التنبيهات. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان لما انزل لك فيديو يوصل لك اشحار. كفايه رغي، ويلا اثبت لكم ان هيبقى فيه 3 سبايدر مان في الفيلم الجاي ده. تعالوا نبتدي بأول حاجة، وهو فيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس. ولو مشفتش الفيلم ده فانت فايتك كتير جدا. وعلى فكرة يا جدعان، الفيلم ده مارفل، عندك سبايدر مان وانت مان وكابتن امريكا وايرون مان، كل حاجة فيها مان. الفيلم ده زي ما انتوا شايفين هيبقى فيه اكتر من سبايدر مان، لان فيه بوابة العالم الموازي هتتفتح، فكلهم هيبقوا في نفس الفيلم. حتى كمان هيبقى فيه سبايدر مانايا موزة. بصوا بقى المشهد الجاي ده، وهو في التريلر لما دكتور اورو اوكتيفيوس او دكتور اوكتوبوس هيمسك توم هولاند، بعدين هيكشف القناع بتاعه، هيكتشف انه مش هو سبايدر مان اللي هو يعرفه. عارف لو كان عداها وكان اتخانق معاه والموضوع خلص، كنت قلت لها خلاص مفيش سبايدر مان تانية. بس يكون ان هو يتصدم ويقول له انت مش سبايدر مان اللي انا اعرفه، ده معناه ان في سبايدر مان كان في العالم بتاعه وتوم هولاند مش هو. لا مش بس كده، ده كمان بيأكد عليه في مشهد تاني مع دكتور سترينج. You're not Peter Parker. I am so confused right now. بعد ما قال له كده طبعا توم هولاند اتصدم، فبيقول له انا مشتت جدا، انا مش عارف انت بتتكلم على ايه، لان هو ما يعرفش ان في اي سبايدر مانات تانية غيره، فطبيعي ان هو يقول له انا مشتت جدا. لما شفت التريلر بتلاقيه بعد كده اقتنع، وهو بيقول ان نظرية الاكوان الموازية نظرية حقيقية. The multiverse is real. وكأن في حد شرح له، هو غالبا دكتور سترينج قال له ايه اللي بيحصل، فبعد كده قال وهو بيستعجب نظرية الأكوان الموازية دي حقيقية. خد بقى عندك المشهد ده اللي هيأكد كلامي أكتر وأكتر وأكتر. دكتور سترينج وهو بيسأل دكتور أوكتوبوس أنت تعرف بيتر باركر؟ قال له أيوه. قال له هل هو ده؟ قال له لأ، ومن غير ما يتردد حتى لثانية واحدة. You know Peter Parker who's Spider-Man? Yes. Is that him? No. ليه بقى انا قلت لك ان دكتور سترينج هو اللي فاهم التيتا كلها؟ لو رجعنا لفيلم سبايدر مان 2 تلاقيهم هما بيختاروا اسم الدكتور، قال دكتور سترينج، فقال له اسم حلو بس الاسم ده متاخد. What are we gonna call this guy? Dr. Octopus. That's crap. Science Squid? Crap. Dr. Strange. That's pretty good. But it's taken. فهنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، هل دكتور سترينج اللي كان في عالم توبي ماجواير هو دكتور سترينج اللي في عالم توم هولاند، ولا ده حد تاني؟ هنا بقى مشهد روعة بيربط لك كل أحداث مارفل ببعض. لو عملنا زوم كده يا جماعة على الأطياف ديت، تلاقيها هي بالظبط اللي كانت في مسلسل وات إف، لما حصل إن بوابة الأكوان الموازية اتكسرت وكل حاجة دخلت على بعض. هي بالظبط بنفس اللون بتاعها. شكلك برضو بيقول ان انت لسه مش مقتنع. فاكرين الصورة دي بتاعت اندرو جارفيلد اللي قالك ان هي متفبركة؟ ماشي، هنقول ان هي متفبركة، خلي بالك من الجسر اللي وراه. هنبص على الصورة التانية اللي بيقولوا متفبركة برضو مع التلاتة سبايدر مانات في نفس الجسر. الجسر ده او اللوكيشن ده مش بيفكرك بحاجة؟ هو نفس المكان اللي طلع في التريلر اللي كان فيه كل الفيلنز او كل الاشرار. ماشي يا عم، الصورتين اللي فاتوا متفبركين، طب والصورة دي اللي هي متصورة اصلا ومتاخدة من اللوكيشن بتاع التصوير بتاع الفيلم؟ تلات بدل بتوع التلاتة سبايدر مان محطوطين جنب بعض. لو عينك برضو لسه مش مصدقة اللي انا بتكلم فيه ده، خلي السمع بتاعك هو اللي يحكم ده صوت مين. I don't understand how we are from different worlds. We're all Spider-Man and we have to stop them because with great power comes great responsibility. ايوه ده صوت توبي ماجواير، واضحة جدا. يقول أنا مش عارف إزاي ومش قادر أفهم إزاي كلنا سبايدر مانات، بس إحنا كلنا لازم نبقى إيد واحدة ونوقفهم، علشان مع القوة العظيمة بتيجي مسؤوليات عظيمة، المقولة الشهيرة بتاعته. وطبعا كلنا عارفين المقولة الشهيرة بتاعت أنكل بن اللي كان قالها له. ها إيه رأيكم؟
اقتنعت ولا لسه؟ وبس ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم يا جماعه، ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وكده كده صحه كلامي هتبان كمان 3 4 ايام. هنختم بقى الفيديو ده بالدخله بتاعت سبايدر مان نو واي هوم، اللي هي اصلا نهايه سبايدر مان فار فروم هوم. That's right, folks. Spider-Man is in fact Peter Parker. طبعا زي ما شفتوا ده كان ميستيريو لما فضح شخصية وهوية توم هولاند. Are you Spider-Man's girlfriend? Is in fact. Are you Spider-Man's girlfriend? Whoa, 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 please don't. اللحظة دي سبايدر مان هو والجيرل فريند بتاعته صاحبته، الاتنين دول بقوا أعداء للولاية، عشان كده هياخدها ويطير. You're just a kid? You murdered Mysterio? Helped him murder Mysterio? No, وده طبعا بيأكد المثل الشهير الحسنة تخص سيدهم. بدأوا يقولوا له صاحبته انت بقى ساعدتيه ان هو يقتل ميستيريو، ويقتل الادب بقى ايه ومد ايدين كده. All this time people looked up to this boy and called him a hero. Well I'll tell you what I call him, public enemy number one. وطبعا في لحظة البطل الخارق الهمام اللي كان بيساعد المدينة تحول لبابليك انمي او عدو للولاية. بيفكرني بمقولة جرين جوبلين لما كان عايز يتفق مع سبايدر مان الاولاني، لما قال له الناس ما تحبش في الدنيا اكتر من ان هي تشوف البطل الخارق بتاعها بيقع قدام عينيها. حفلة كوميدية ما بينه وبين صاحبه، بيبين هما قد ايه تينيجرز او لسه مراهقين، اللي هو شفت اللي حصل شفت اللي حصل شفت اللي حصل، وساب صاحبته واقف على السور.